كيف قلت لك لالا عندك فرصه المشاركه معنا عبر رقم الاستوديو المباشر 05 22 77 24 24. اتصلوا بنا دابا باش تقدروا تصدروا معنا وتسمعونا صوتكم وسؤالكم وتلقاو الجواب والحل من قلب الطبيعه بوصفات مضمونه وامنه دائما. رفقه الدكتور عماد ميزاب، صباح النور. وماشي صباح النور عشان القديمه. السلام عليكم دكتور. زوال النور. زوال النور. ظهور النور. ظهور النور. لاباس؟ الحمد لله. الله يبارك فيك اختي سناء. الله يبارك فيك وتحيه لك ولجميع الاخوات، وكنتمنى ان شاء الله تعم عليهم الطاقة الإيجابية بإذن الله في هذا النهار هذا المبارك، والنور الله ينور طريقهم وينور طريق الوليدات حتى هم اللي مقبلين على الامتحانات، والله يجعل دائما الأسر ديالكم في سعادة، والله يجعل دائما الأسر ديالكم في صحة وعافية جيدة يا رب. اللهم آمين. وأكيد على أنه في هذا الشهر الفضيل، في هذا الشهر العظيم، شهر المغفرة والرحمة، أكيد على أنه في هذا العشر الأواخر كتزيد تكبر الأماني وكتكبر الأمال وكتكبر المتمنيات إن شاء الله بالفرج، بتحقيق كل أحلام، بتحقيق كل الدعوات من شفاء وصحة وسلامة وأمن واستقرار ورزق طيب حلال. الله يسقينا من رحمته يا رب. فتحية دائما لنا وبالأعمال الصالحة، أكيد أنه الإنسان راه كيشق طريقه وهو أقرب إلى الله. فإحنا يا طبعا دكتور عماد كنرافق مستمعاتنا دائما بوصفات سهلة، بوصفات مضمونة وآمنة، وكانوا عندنا أسئلة كثيرة. أول شيء غنتكلموا عليه اليوم هو الهالة السوداء، والهالات كيقدر اللون ديالها يكون كحل أو يكون زرق، ولكن كثير من السيدات وكثير منكم اللي كتبوا لي كيسولوا على شنو هي الوصفة، شنو هو الحل. أول شيء الهالة السوداء واش عندها علاقة طبعا بنمط العيش اللي شوية كيتغير في شهر رمضان الكريم، لأنه كيولي الإنسان كيسهر، كتولي شوية نقص نعاس، وش هذا كيسبب الهالة السوداء؟ فاهم، كله يسبب الهالة السوداء إلا ما كناش كنعطيو الداس ديالنا والجسم ديالنا الحق ديالها في الراحة، لأن حتى النوم مهم جدا بالنسبة للمنطقة حول العين، واللي هضرنا عليها كثير، وأن هذه المنطقة حول العين اللي هي فيها البشره كتكون رهيفه 3 مرات اكثر من البشره ديال الوجه. وتما شنو كيكون واحد العريقات صغار، واحد الشعيرات الدمويه اللي كتدور فيهم الدورات الدمويه، فلما ما كيكونش عندنا داك الاكسجيناسيون، يعني داك الاكسجين الكافي اللي كيدور في هذه المنطقه هذه، كيعطينا هذا اللون هذا اللي كيكون ازرق، اللي هو عباره على واحد يعني الدم اللي فيه ثاني اكسيد الكربون اكثر من الاكسجين. وهذه المنطقه كذلك كيكون فيها هذيك الزرقيه، علاش؟ لان المنطقه ديك المرونه ديالها او داك الكولاجين ديالها بدا كيتضرر، اذا ما بقاش عنده ديك الحيويه ديالو. يعني داك التلوينه في الدوره ديال العين معنيته انه ديك البلاصه ناقصه اكسجين. ناقصه اكسجين، ضروري خصنا نعطيوها الاكسجين، وخص علاش؟ خصنا ديك المنطقه يولي يدور فيها الدوره الدمويه بطريقه منتظمه. ودائما كنهضروا على هذه المساله هذه اختي سناء بالنسبه للبشره، اهم حاجه الدوره الدمويه تدور بطريقه منتظمه، علاش؟ لان باش تعطينا الاكسجين، باش تعطينا المواد المغذيه، وهذا هو السر في اللمعان والسير في النضاره ديال البشره ديالنا. نعم، شنو هي الوصفه اللي محضر لنا اليوم دكتور عماد وكنا وعدنا بها مستمعاتنا ضد ولعلاج الهالات السوداء؟ نعم، فهنا غادي ناخذ واحد جوج ديال المكونات اللي موجودين اللي متوفرين، اللي هي عباره على جوج ديال الزيوت. عندنا زيت اللوز الحلو وزيت الورد، اذا جوج ديال الزيوت. زيت اللوز الحلو اللي فيها ماده الاميغدالين، هذه الماده حتى هي ماده اللي كترمم الخلايا اللي كتجددهم وكتعطينا حيويه الكولاجين. وزيت الورد شنو فيها؟ فيها واحد الالكول اللي هضرنا عليه طبيعي، هذا الالكول شنو كيدير؟ كيحسن الدوره الدمويه في هذه المنطقه هذه ديال حول العين. وهذا الخليط هذا اللي هو معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو ومعلقه كبيره ديال زيت الورد، نعم، كنخلطوه وكنديروا به واحد المساج في الدوره ديال حول العين يوميا كل ليله، كيعاوننا باش كنرجعوا الحيويه لهاد المنطقه هذه. الى عندكم سؤال او الى عندكم انتم وصفه جربتوها للهاله السوداء بغيتوا اليوم تكلموا لنا عليها، مرحبا بكم. هذا موضوع من المواضيع اللي اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم ليها حلول ووصفات طبيعيه مضمونه وامنه. الى السيده هنا كعطيتينا وصفه بجوج ديال الزيوت، الى السيده ما بغاتش دير الزيوت، وكاين السيدات اللي كيقول لك انا ما بغيتش حاجه ما فيهاش الزيت. ما كاينش ما احسن من البطيخ،
اللي موجود دابا ومتوفر سويلة. سويلة سويلة جميلة جدا للبشرة. فلما كناخذوا اللب ديالها فهذيك القشرة ما كنلوحوهاش كنقطعوها طريفات صغار وكنديروها تبرد، فكنخليوها في الكونجيلاتور او في الثلاجة في الفوق في المجمد. شنو تحاول السيدة تقطعها؟ رقيقة ومربعات ديكوب او مكعبات عفوا، باش وتحافظ عليها فواحد البلايص اللي تكون باردة بحال غدير بها شي فاسمه، بحال غدير بها شي فوالا. ومن بعد كناخذوا شويه معلقه كبيره من هاد القطيعات هادو اللي باردين، كنديرهم فواحد الفاسمه ولا كنديرهم فواحد الزيف ديال حياتي، وكندوزهم ككمادات على العين ديالنا. يعني نديرهم في ديك الفاسمه الطايبه، داك الفاسمه الطايبه نعم ديك لا كومبريستيغيل فوالا، او في الزيف ديال حياتي يكون نقي، وكنديروا كمادات على العين ديالنا كل ليله كمادات واحد المده ديال 5 ديال الدقائق. من بعد كنمسحوا ديك البليصه، كنمسحوها بشويه ديال الماء وكنداوموا عليها، فهي جميله جدا. علاش؟ فيها الاملاح المعدنيه وفيها مواد اللي كتعطينا تسريع الدوره الدمويه في هذه المنطقه هذه، وزائد البروده اللي هضرنا عليها شحال من مره، لا كريوثيرابي العلاج بالبروده. نعم. فتا هذه وصفه هائله لهذا المشكل. اذا هنايا يا اما الوصفه الاولى اللي غتصلح لك لاله بالزيوت، نعاودوا نذكروا بها. نعم، اللي غناخذوا فيها معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو ومعلقه كبيره ديال زيت الورد. غادي نخلطوهم ونديروهم كمساج حول العين يوميا، ما نقطعوش هذه الوصفه هذه. يا اما نعم يا اما كنقطعوا داك الجلوف ديال 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 البطيخ من بعد ما كلينا اللب، كنحافظوا عليهم كنقطعوهم في مكعبات، كنديروهم في المجمد حتى كيبردوا مزيان كيبقاو باردين، وكل مره كنهزوا معلقه كبيره من هذه المكعبات كنديروها في واحد الفاصمه طايبه او زيف حياتي اللي كيكون نقي، وكنديروا كمادات على العين، يعني كنحطوها وكندوروا على العين بشكل دائري في العين الاولى وفي العين الثانيه 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنمسحوها بالماء. نعم. العادي. الا كانت السيده عندها العينين كيتنفخوا لها هذه الهالات او داك الكحولية او داك الزرقية اللي كتكون حول العينين. نعم. الا كانت السيده عندها المشكل العينين كيتنفخوا لها او دوك لي بوش ما يسمى كيكونوا جيوب. نعم. من تحت او فوق في الجفن ديال العين. فهنا 90% ديال العائلات المغربيه فهم راه كياخذوا اتاي، كيشربوا اتاي في الوقيته ديال في رمضان، فهذاك التفل ديال اتاي داك اللي كيبقى اتاي التخس ديال اتاي الاخضر ديال حبوب اتاي علاش ملي كيطبخ مزيان وكيطلق مزيان كيكونوا عندنا لي طانه، فهاد لي طانه هادو كنستافدوا منهم، كنهزوا عاوتاني معلقه كبيره من هذاك الشيء اللي كيبقى، يعني داك التخت اللي كيبقى ديال اتاي نحاولوا ما فيها بس واخا يكون فيه السكر وفيه النعناع ماشي مشكل، ناخذوا غير اتاي بوحدو، لان لي طانه كيكونوا مركزين في هذوك الاوراق ديالو. نعم. فكناخذوا معلقه كبيره منه كنديروه في واحد الفاصمه ولا في واحد الزيف ديال حياتي، وكنحطوه ككمادات كذلك على فوق العين ديالنا. نعم. كنخليه واحد المده ديال 10 دقائق قسمين، ومن بعد كنغسلوه وهكا كنستافدوا من هاد المزايا، لان لي طانه كيوازنوا لنا الماء اللي كيكون في هاد المنطقه هذه، وكيرجعوا يعني منطقه حول العين الحاله الطبيعيه ديالها. مليكه معنا من مكناس، السلام عليكم. 0522 77 24 24. مرحبا بكم وباسئلتكم مستمعتنا. اهلا بك لا مليكه. اهلا وسهلا، كيف حبيبه لاباس؟ الحمد لله مليكة. عندك سؤال على الهالات؟ الله يبارك فيك، مرحبا، تحيه للناس المكناس. شوف عفاك، عندي جفاف ديال العين، العين ديالي ما بقاوش فيهم الدموع. ايه وتحت العين عندي بحال شويه زرق، هي من بكري قبل ما يجيني هذا الجفاف كان عندي الكحوليه تحت العين. فبالنسبه ل وعندي سؤال ثاني، الله يرحم الوالدين اذا ممكن. ايوه واخا، يلا نتقاسموا. من جاني هذا الجفاف ديال العين وليت تنخاف اي حاجه نديرها لوجهي. بغيت غير شي وصفان كنديرها لوجهي على اساس باش شويه تعطيني نظره لوجهي هذوك الشوائب. نعم، فبالنسبه لمنطقه حول العين على ديك الزروقيه فتستعملي احد الوصفات اللي عطينا، يعني الجوج وصفات اللي عطيت ديال منطقه حول العين. وبالنسبه للنظاره ديال البشره ديالك فغادي نعطي وصفه النظاره، ولكن المساله ديال ان الدموع ما كيبقاوش في العين وكينشفوا، فهنا كيخص التقطيره اللي كتعطينا الدموع الاصطناعيه اللي كيعطيها لنا طبيب العيون. صافي تفهمنا، هذيك ما خصهاش تخطاك لا انت ولا اي اخت.
نعم. عندي دائما كنديرها حيت مهم اننا ننميه هذيك البلاصه في عينينا. علاش؟ باش ما كيكونش عندنا الجروحات، لان كيكون واحد الندبات العين كتولي كتجرح الا ما كانش فيها الدموع، فالدموع هما اللي كيخليو العين دائما ميها وما كتجرحش ولا ما كتعفنش بالبكتيريا. فانت وكاع الاخوات اللي عندهم هاد الدموع الاصطناعيه اللي كيعطيها لهم الطبيب باش كيديروا هذوك التقطيرات، فعافاكم المده اللي قال لكم الطبيب تستعملوها خصكم تستعملوها، واللي عطاه له الطبيب انه يستعملها مدى الحياه فيستعملها لانها مهمه لصحه العين. والنصيحة الثانية اللي سبقنا أيضا عطيناها في البرنامج مع أطباء اختصاصيين في صحة العيون مالكة، إلا كنتي كديري مثلا واحد النشاط يا الخدمة يا حرفة يا كتقري القرآن يا كتفرجي مثلا في التليفون أو في التلفزيون، على راس كل 20 دقيقة خصك ديري واحد الوقفة مع راسك وترمشي عيونك، ترمشي تشدي وتحلي عينك، تشدي وتريحي عينك، تريحيهم بعد الدقائق يعني واحد 4 ولا 5 ديال الدقائق، وعاد عاوتاني تكملي ديك البلاصه اللي مركزه عليها، لانه كانوا قالوا لنا انه من بين العوامل اللي كتعطي هذا الجفاف ديال العيون، فما يكون بس عندك ان شاء الله. غادي ناخذ حنان من الدار البيضاء. السلام عليكم. السلام اختي سناء. اهلا. كيداير اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. شكرا. كيداير اخويا عماد بخير؟ لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك، ملي كنسمع صوتكم مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ بخير الله يجازيكم بخير. هذا واجب. بغيت نسولك الله يخليك، شعري كيطيح ليا بزاف. اييه. عاد عرفت مؤخرا درت التحاليل ولقيت عندي فقر الدم الخزان، لقيت عندي 3. اييه. دابا كناخذ الدواء. ولكن كنحس براسي واخا كناخذ الدواء باقا انا باقي شعري كيطيح والعيا، ولقيت عندي حتى فيتامين دي تا وقيت عندي 6. واخا نسولك دابا شحال هذه وانت كتاخذي الدواء؟ دابا يلاه بديتو دابا شهر. شهر هو باقي اختي شويه، فهمتي؟ حقي شويه. علاش؟ لان خصك، انا متفق معك، باقي هاد الاعراض هذه، ولكن دابا يلاه الخزان بدا يعمر ياك، وخصك على الاقل مده ديال 3 اشهر ديال التخيطمون. عاد باش التخيطمون، عاد باش التخيطمون كيعطي الفائده ديالو. والمساعده، فانا غادي نعطيك وصفه للمساعده بالنسبه لفقر الدم. غادي نديروا المشروب اللي كنا عطينا واللي كيعاون وكيساعد، اللي غناخذوا فيه معلقه صغيره ديال الفوه مطحونه ومعلقه كبيره ديال الكركادي. هذا الخليط هذا كنطبخوه في كاس كبير ديال الماء حتى كيتطبخ مزيان، كنخليوه يبرد وكناخذوا نص كاس ديالو. انت دابا في الوقيته ديال 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 الصيام، فساعه مورا الفطور خذي نص كاس من هذا الخليط هذا، وان شاء الله منين يخرج شهر رمضان فبدي تاخذيه هذا نص كاس صغير نص ساعه بعد الفطور ديالك وداومي عليه، زائد الادويه مازال كناكد، فان شاء الله غادي يعطيك فائده. بالنسبه لنقص الفيتامين دي دكتور عماد، اذا كان المعدل ديال العلاج ديال فقر الدم او الانيميا هو 3 شهور، شنو هو المعدل والمده باش السيده اللي عندها نقص في الفيتامين دي دير لاباس؟ نعم، على حسب لي ستاد، فاذا كان يعني خفيف فخفيف كيمشي حتى هو من 3 شهور فما فوق، اذا كان يعني اما حاد او متوسط فكنمشيو من 6 شهور كتمشي حتى العامين. نعم. فهذا هو هذه هي يعني المده اللي كيرجع فيها الخزان ديال الفيتامين. قالت لنا حنان انا وعندها 6، لقات 6 في الفيتامين دي. ف 6 دابا على حسب يعني الحساب ديال القيمه، على حسب يعني لاباري اللي كيتحسب عليها في كل لابوغاتوار، فكيكون نعم. هذاك الانترفال اللي كيكون كيعطينا القيمه ديالو. واش هناك اعشاب او وصفه طبيعيه للمساعده على علاج نقص الفيتامين دي؟ فنعم كاين، يعني كنا هضرنا على الزنجلان اللي هضرنا عليه واللي كانت معلومه حصريه في حديث مغزل مع سناء الزعيم، فغادي ناخذ معلقه كبيره ديال الزنجلان 2 المرات في اليوم، والزريعه ديال الحريقه الحرشه اللي هضرنا عليها كذلك، اللي غناخذوا معلقه صغيره ديالها. نستافدوا من هذا الشهر هذا واننا كنستعملوا الحسوه بزاف بالحليب، فناخذوا حسوه بالحليب والشعير زلافه يعني امبول، كنديروا فيه معلقه صغيره ديال الحريقه الحرشه، اذا انت كطيب وتسالي ملي كنعمروها في هذيك الزلافه كنزيدوا فيها معلقه صغيره ديال زريعه الحريقه الحرشه وكنداوموا عليها. فزريعه الحريقه الحرشه كتعطينا المركز ديال الفيتامين دي، الفيتامين دي اللي هو كيكون نباتي، وكتعاوننا كذلك حتى في التركيز ديال الفيتامين دي اللي كيكون عندنا في الاكل اللي كنكونوا كناخذوه. يعني دابا حنان والناس اللي عندهم المشكل ديال فيتامين دي يواظبوا على هذه الحسوبه. نعم. مره في اليوم المده على الاقل، على الاقل المده ديال شهرين ان شاء الله ما يكون باس عندكم. خديجه معنا من طنجه، اهلا بك على راديو اصوات.
اختي سناء كيفتينا مزيانه؟ الحمد لله العيله تفضل. كلشي مزيان اللهم لك الحمد. الدكتور عماد الحمد لله ملي كنسمع صوتكم. شكرا بارك الله فيك على حفظك اخويا. الله يحفظك. انا عندي العيله عندها نقص في سميتو ما عندهاش ما غليظه زعما. المهم هذا هو ساعات نعاود السؤال ديال الهالات السوداء. هو عندها 43 كيلو عندها تتوزن وهي عندها 23 سنه. هي وشحال في الطول ديالها؟ الطول ديالها طويله ولكن بغيت حاجه وحده قالوا ليها عندي بكبوكه وما عرفتش زعما واش انا بغيت نقول لها ما تشريها ما ديري حتى حاجه حتى نسول الدكتور عماد هو ينصحني. دابا بنتك نحيفه وبغيتي شي حاجه اللي تساعدها باش تزيد الوزن. ايوا بغيت نسول بعدا على البكبوكه واش مزيانه ولا لا. شوف دابا استعمال المفرد ديال البكبوكه وانا كنوعدكم اننا نشوف مع الاخت سناء اننا نعاودوا نرجعوا لهذا الموضوع هذا ديال البكبوكه وعلى هذه الماده هذه لان بزاف دايره واحد الضجه كبيره في, 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 في الانترنت ولكن البكبوكه الاكثر منها كتضر في الكبده وكتضر في الكلاوي ومازال غادي نرجع لهذا الموضوع هذا ان شاء الله. الله وبالنسبه لل واش دابا ديرها ولا ما ديرهاش؟ لا تقطعها نهائيا ما تستعملهاش فقلنا ان فيها مضره للصحه. نعم وبالنسبه لزياده الوزن بالنسبه عند البنت فانا ان شاء الله غادي نعطي وصفه لان بزاف الاخوات غيسولوا هذا السؤال باش نديروا وصفه شامله ان شاء الله. شنو سؤالك على الهالات السوداء؟ الله يعطيك السر اختي ثاني ماشي انا ديما عندي دي مره ما تينوضوا لي تنفخوا لي عينيه ما عرفتش مناش وانا المشكل عندي انا عندي نقص فيتامين دي وعندي المطران من فوق وعندي العصب في المعده وعندي ديك النشوفيه بغيت نسقسي على النشوفيه ديال الفم كنشوف ليا فمي بزاف نشوفه حتى وجهي حتى البشره ديالي ناشفه. دكتور عماد نعم واخا نسولك ما كتعانيش من شي مرض مزمن من الطونسيون الكلاوي؟ لا الكلاوي ما عنديش انا عندي لي كيس في الكلاوي ولكن ملي درت عليهم التحليله قالوا لي هذيك خليقه. ودابا تندير واحد تنشرب واحد الباستيات الصباح راه تحبق في المغرب دابا في الليل ديال عندي الغداد. شوف حيت هنا الانتفاخ اللي كيكون ملي كنوضوا في الصباح هنا كيكون ان الماء بقى لينا في الداس ديالنا وكيبان خاصه في هذه المنطقه هذه ديال حول العين. فانا كنصحك تاخذي نص معلقه صغيره ديال ورق سيدنا موسى مطحونين اذا غير نص معلقه صغيره 5 غرام وديريها في كاس كبير ديال الماء مغلي ماشي كاس صغير كاس كبير ديال الماء مغلي حتى يطلق وبدي تشربيها ساعة بعد الفطور ومنين يخرج رمضان تشربيها على الريق. هذه ليك ولجميع الاخوات اللي كينوضوا يا اما عندهم الانتفاخ في حول العين ولا عندهم الانتفاخ في الوجه ديالهم. فهاد هاد المادة هذه اللي هي ورق سيدنا موسى فكتساعد اننا كنتخلصوا من الماء وكتحيد هذاك الماء اللي كيكون عندنا زائد في الداس ديالنا. وهذه كمساعدة اكيد ان خصنا نشوفوا واش ما عندناش مشكل ديال الطونسيون واش ما عندناش مشكل ديال الكلاوي لان هادو جوج ديال الامور كيمكن حتى هما يعطيونا هذا المشكل هذا ديال الانتفاخ. بالنسبه للنحافه والزياده ديال الوزن شنو الوصفه اللي غادي تقدم لنا دكتور عماد؟ كتشاهدونا ايضا باللايف عبر الصفحه الرسميه ديال الفيسبوك وكتقول لنا مجموعه ديال السيدات كتبوا لي انه عندهم نفس المشكل وكيسولوا شنو هي البكبوكه. دنيا كتقول انه بنتها حتى هي عندها 14 سنه وعندها نحافه كذلك ايه اللي كتسول على وصفه للمساعده. نعم فالبكبوكه هي من المواد الطبيعيه اللي كتستعمل بزاف النبات اللي كيتستعمل واللي عنده اعراض جانبيه على الصحه ديالنا. نعم ومازال غنتطرقوا لهذا الموضوع هذا. بالنسبه لزياده الوزن واخا غادي نعطي وصفه لفتح الشهيه دائما غادي نرجع للحبق البلدي. علاش؟ لان لا بازيلين مهمه جدا فتح الشهيه وماده اللي مقبوله كيمكن الانسان ياخذها. فغناخذوا نص معلقه صغيره ديال الحبق البلدي ونص معلقه صغيره ديال الزعتر. نخلطوهم نزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى يطلق وكنشربوه. دابا في رمضان غادي نشربوه مورا الفطور بساعتين ولكن غير يخرج رمضان فغنوليو كناخذوها في الصباح على الريق وهكا كتهيج الشهيه او كتستيمولي لابيتي يعني كترفع لنا الشهيه ديالنا ونداوموا عليها دائما حتى كنرجعوا كناخذوا او كناكلوا بطريقه عاديه. هذا من جهه. من جهه اخرى وصفه اللي غادي ناخذوها وحتى هي كتساعد فغادي ناخذوا فيها جوج معالق كبار ديال الصوجة مطحونه وغادي ناخذوا فيها جوج معالق كبار ديال اللوز مطحون وجوج معالق كبار ديال الزنجلان مطحون. هاد المكونات كاملين كنخلطوهم بالحليب المركز المحلى حتى كيتخلطوا مزيان وكتاخذوا معلقه كبيره بين الفطور والعشاء
وبين العشاء والسحور، ومنين يخرج رمضان بين الفطور والغداء وبين الغداء والعشاء، ونداوموا عليها على الاقل مده ديال شهرين، فان شاء الله غتعطيكم نتيجه. غادي نوصلوا معكم ونجاوبوا على اسئلتكم دائما مباشره في حديث ومغزل، وفي نفس الوقت اثناء الفاصل اسئلتكم اللي كتكتبوا لنا عبر الصفحه الرسميه ديالنا ديال الفيسبوك سناء الزاهم اصوات. مرحبا بكم كتشاهدونا من الاستوديو لايف جديد، مرحبا بكم. غادي نرجعوا لمستمعاتنا على الخط، وغادي ناخذوا الان حوريه معنا من فاس، معنا زينب من الدار البيضاء. اهلا بك حوريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك على راديو اصوات حوريه. ربي يخليك. عفاك ما تنسوا من التصرين. مرحبا. كنت قلت لي على حسب شعري كيبانوا اللي فيه شي طايع بويض، يعني كيخوض من الشعر وكيولي يعمر. كان قال لي عندك حساسيه، فاتيني داك زيت ازير وزيت الخزامه ومعلقه ديال الزعتر صغيره ومع زيت زيت العود. واستعملت هذا دابا هادي شي 3 شهور هادي، ولكن عاد ولات كتبان لي عاد نفس الله، وبداو كيبانوا لي عاد شي وحدين صغار دابا. ولكن المنطقه اللي صايبتي فيها الوصفه يعني في الشعر ديالك، المناطق الاخرى ما بقاش فيها هذا المشكل هذا؟ دابا كيبان لي في بلاصه وكينوض الشعر، كيولي ينوض الشعر بوحده، عاد كتولي تبان لي واحد اخر. واخا شفتي الطبيب؟ بغيتي تعطيني شي صباغه ديال الشعر كحل. واخا ان شاء الله. شفتي الطبيب ديال الجلد؟ مشيتي عند الطبيب ديال الجلد على هذا المشكل؟ لا ما مشيتش كان عندي الاعصاب. نعم. دابا كناخذ الدواء. فشوف ضروري تمشي عند الطبيب ديال الجلد باش يشوف معك هذا المشكل ويعرف شنو هو السبب، فهمتي؟ حيت هنا منين كنستعملوا مواد طبيعيه والمشكل كيبقى، ضروري كيخصنا ندوزوا لمواد ادويه اللي كتكون قويه. علاش؟ لان هنا عندنا مشكل مزمن، ونشوفوا مع الطبيب ان شاء الله ديال الجلد، وهذا المشكل هذا ما يبقاش عندك. صافي. وحنا كنسمعوها من خلال صوتك حوريه كنحسوا بك متعوبه، وكنحسوا بك يعني ماشي في حاله مزيانه، فكنتمناو انه ان شاء الله ما يكون عندك بس، وضروري تمشي للطبيب ياك دكتور. ضروري وصلت الفكره. نعم. لانه الوصفات الطبيعيه طبعا كتعطي نتيجه الا كان الانسان ايضا يتعافى وهو بصحه جيده. نعم. وهنا حيت هنا كاين واحد المساله اخرى، انك تاخذ الادويه ديال الاعصاب. نعم. الادويه ديال الاعصاب كيعطيونا هذا المشكل هذا ديال الانسداد ديال المسام ديال الفروه ديال الراس، فهادشي علاش كنمشيو عند الطبيب ديال الجلد باش كيعطينا ادويه موازيه لهذه الادويه هذه ديال الاعصاب. زينب السلام عليكم. مرحبا بك من الدار البيضاء. اهلا. كدايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله تفضل. الحمد لله. وي الله يخليك، بغيت نهضر مع الدكتور ميزان. مرحبا اختي. وي سيدي الله يخليك، عندي جوج المشاكل. المشكل الاول هو شعري اللي ما بقاش يعني كيف كان، ولا عندي خفيف بزاف. ومشكل ديال لافيتامين دي كيف كنتي قلتي في الصباح هذه. فيتامين دي تاع الام ديالي كانت ديك المره دارت لها ليزاناليز لقات عندها ثلاثه. كاين شي وصفه الله يجازيك بخير؟ واخا عطاها الطبيب بعدا باش تاخذ هذوك لي زومبول دوك لي باري اللي كيتشربوا. وعطاها ديكور. عطاها ديكور. واخا انا غنعطيك وصفه المساعده. فالوصفه اللي عطيت ديال معلقه صغيره ديال الزريعه ديال الحريقه الحرشه ياك، اللي كنزيدوها في واحد الزلافه او في واحد لوبول ديال الحسوه بالشعير، كنخلطوها من بعد حتى كطيب الحسوه وتسالي، وكنزيدوا فيها ديك المعلقه الصغيره ديال الحريقه الحرشه، وكناخذوها كنستهلكوها كندوموا عليها دائما، فهي غادي تعاونها. والزنجلان حتى هو تاخذ معلقه كبيره ديال الزنجلان جوج المرات في اليوم، حتى هو الماده اللي غادي تعاونها. زائد مازال كنزيد ناكد اننا زائد الدواء اللي كناخذوا، فهنا كيترفع المفعول ديال هذا الدواء هذا وكنستافدوا منه اكثر. وبالنسبه لتساقط الشعر فخليك في الاستماع ان شاء الله، فانا غادي نعطي وصفه لهذا المشكل هذا. فاطمه معنا من طنجه. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كنشكرك الاخت انا على البرنامج، كنشكر الدكتور عماد اللي كيفيدنا بزاف وكينبهنا من بعض الاعصاب اللي كتكون مضره. شكرا. هذا واجب اختي. مرحبا. اليوم بغيت نسقسيك الدكتور عماد، بالنسبه انا عندي الوزن ديالي كيبقى ينزل لي بزاف. انت يعني بحال مثلا دابا غير في الاول رمضان هبطت من 80 ل 76. اييه. 70 كيلو. ماشي وصفه باش ما غير نحافظوا على الميزان ديال الفريق تيكفي بعدا، فهمتيني؟ نعم. اسمح لي نسالك البكبوكه واش مضره ولا كدير الوزن ولا لا؟ فالبكبوكه ما نستعملوهاش، البكبوكه عندها اعراض جانبيه، مازال كنزيد ناكد كنهضر على هذه الماده هذه اللي هي كتضر قلنا بالكبد وكتضر بالكلاوي.
فالوصفه يمكن لك تاخذي الوصفه اللي عطيت ديال اللي عطيت دابا اللي فيها زياده الوزن، فغتاخذي نص معلقه صغيره ديال الحبق البلدي ونص معلقه صغيره ديال الزعتر، غتزيدي عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق، تشربيها ساعتين مورا الفطور في رمضان، ومنين يخرج رمضان كناخذوها على الريق يوميا، ما كنقطعوش هذه الوصفه هذه، وان شاء الله تعطيك فائده. شكرا دكتور عماد، شكرا للاستماع. مرحبا مرحبا. غادي ناخذوا الان صباح من اكادير. اهلا. الو صباح الخير يا صباح. الو صباح الخير اختي سناء. صباح الخير اختي سناء. واخا دابا هذا الظهر ولكن جميل هذا الاسم صباح، تفضلي شنو سؤالك؟ خليكي زين ايامك. صباح الخير اختي سناء، صباح الخير دكتور ميزاد. صباح النور اختي. عندي واحد السؤال ليك اخويا، عافاك اخويا عماد. مرحبا. عندي السؤال على بنتي صغيره يلا عندها 6 سنين. ايوه. وعندها تحت عينيها زرق، مره كيكون زرق مره كيمشي. وبحال كيزرق وبحال كيدخل داك البلاصه بحال كتدخل. وعندي سؤال ثاني عليا على شعري. المشكل اللي عندك في الشعر ديالك؟ عندي المشكل اللي عندك في الشعر شنو هو؟ عندي المشكل ديال الشيب. الشيب. الشيب كثير، وكان كنت كنصبغ انا غير في الدار، وبحال مرضات ليا الجلده ديال شعري. مشيت عند الطبيب دوزت، عطاني تريتمون، شربت واحد الفانيل واحد الحبه في النهار، وعطاني الشامبوان على جوج دشكال، وعطاني ديميلور. استعملته شي 3 شهور ولا 4 شهور. وقال لي ممنوع الصباغه العاديه، ممنوع الصباغه ديال اللي فيها المواد الكيماويه ممنوع عليا. ودابا فيا شي بزاف، وانا ما قدرتش وكان عندي التساقط ديال الشعر، ولكن ملي خديت التريتمون الحمد لله شعري تخلف وكل شيء مزيان، الا داك الشيب نديرو نزيني لان كثير كثير بزاف. وكنستعمل واحد الدواء، انا كنستعمل واحد الدواء حيت متبع عند بسيكياتر. عندي مرض الهلع. كناخذ الدواء، كناخذ التريتمون، كناخذ واحد الدواء في الصباح حبه وحبه في الغداء. نعم. فهاد الادويه هذه اللي كتكون، هاد الادويه اللي كتكون عندها علاقه بالجهاز العصبي، فكيمكن لها حتى هي تبين لنا بحال هاد الاعراض، كما شفنا الاخت اللي قبل عندها مشكل ديال انسداد المسام، وكتقدر كذلك تغير حتى من ذاك التلوين، علاش؟ كتقدر تنقص لنا الماده ديال الميلانين في الشعر ديالنا. انا النصيحه اللي غنصحك، غادي تاخذي واحد الزيت وحده فقط اللي هي زيت الحبه السوداء. زيت الحبه السوداء غادي تولي تاخذي منها شويه وديريها كسيروم كل ليله. فزيت الحبه السوداء كتغدي وكترجع هذاك الميلانين اللي كتكون مفقوده، والشعر اللي غيولي كينوض من بعد، فهذا ما بقاش فيه اللون، ولكن الشعر اللي غيولي كينوض من بعد غادي يولي كينوض اللون ديالو عادي، وحتى الشيب كيتحبس. غير هي خصنا نداوموا عليها دائما، ما نقطعوش هاد الوصفه هذه. غير البنيته بغيت نسولك، واش البنيته كتنعس الساعات ديالها الكافيه؟ ما كتبقاش يعني سهرانه، خاصه كنعرفوا حنا في هذه الفتره هذه ديال 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 الحجر الصحي، فهمتيني؟ الوليدات بحال النوم ديالهم وقع فيه واحد شويه ديال الاضطراب، واش البنيته كتنعس يعني الساعات الكافيه ديالها؟ صباح رمضان غير كيدخلوا من المدرسه كنعطيهم ياكلوا 8 ونص كنعسهم. ايوا الحمد لله. زعما ما كنخليوش كاين سهرانين، واخا كيبغيو يسهروا انا كنعسهم، كنقول بس الصباح ملي نوضوا يمشيوا ليكول. غير هي معصبه شويه، هي معصبه وفي القرايه معصبه، قليله الماكله ديالها، قليله بزاف عاد. فشوف الماكله الا كان خصها ضروري التغذيه ديالها تكون عندها التغذيه، علاش؟ لان هذاك المواد المفيده اللي كتكون في الدوره الدمويه اللي هضرنا عليها كنجيبوها من التغذيه، يعني كنجيبوها من الماكله اللي كناخذوا، الماكله اللي كتكون صحيه. فالبنيته غننصحك بواحد الزيت اللي غتكون خفيفه عليها، تاخذ زيت شجره الشاي. فزيت شجره الشاي هي احسن زيت لهذه المنطقه هذه ديال حول العين. علاش اختاريت زيت؟ لان لو كنا كنعرفوا الوليدات الصغار ما كيستحملوش اننا يبقاو يديروا الوصفه او يبقاو كيتسناو بزاف على شي حاجه في الوجه ديالهم، فشويه من زيت شجره الشاي، وغديري لها واحد المساج خفيف في البليصه اللي تحت العين ديالها اللي عندها هذه الهالات هذه، وان شاء الله يوميا، وان شاء الله غادي يرجع لها البشره ديالها للحاله الطبيعيه ديالها. صافي تفهمنا؟ ناخذ هذا الزيت ديال الشاي، فيما ناخذ شجره الشاي؟ الصيدليات او شبه الصيدليات، باش كنكونوا كناخذهم يعني من بلايص اللي امنه، وان شاء الله غتلقاي عليها الراحه.
شكرا دكتور بزاف، عواشرك مبروكه. الله يبارك فيك. حتى انت اختي سناء شكرا بزاف. مرحبا. شكرا راديو اصوات كامل من الصباح حتى العشيه. الله يبارك فيك، تحيه كبيره لكم باكادير اللي كتابعونا بها عبر الموجه 100.4 معنا فوزيه من مراكش، اهلا بك. نقطع الخط الفوزيه واخا ناخذ ناديه من تاونات، معنا فاطمه من فاس، اهلا ناديه. ألو السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس عليك؟ الحمد لله. عماد لاباس؟ الحمد لله. الله يبارك فيك أختي. الله يخليك، أنا عندي مشكل ديال القبض وبغيتك تعطيني شي وصفة. الله يخليك، عندي القبض باستمرار مزمن وعندي مشكل في المسران كيدوز ليا بالنزيف. إذن عندك واخا وكتاخدي الدواء على النزيف هذا اللي كاين عندك في المسران؟ كنت كناخذ الدواء ولكن دابا ما كنصيبهاش نشري، ما زي ما عطاو لياش. شنو كيعطيو لك في السبيطار؟ كيعطيو لي في الطبيب ديال المخزن ولكن دابا مازال قال لك ما كاينش، ما عطاونيش. فهنا هذه الحاله ديالك، شوف ملي كيكون عندنا واحد النزيف يا اما الداخل ديال المصارن كيكون فيهم واحد الالتهاب او كيكون فيهم تعفن، فهنا خصنا نحاولوا نتجنبوا الاعشاب، خاصة الأعشاب اللي كتكون مركزة وكتكون حارة. فشنو غنصحك أنا اللي غادي يقدر يعاونك في هذه المسألة هذه، هو كاين نبق، اللي فيه واحد النوع ديال السيليكون، أو كنستعملوا النباتات اللي فيهم السيليكون الطبيعي. فهنا عندك النبق وعندك الخروب، واحد فيهم يا إما طحني النبق وتغرب ليه الغربال الرقيق، ولا طحني الخروب ويتغربل مزيان في الغربال الرقيق ديال الحنة، وتاخذي معلقة صغيرة من 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 واحد فيهم ديريها في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق، وتصفيه وتشربيه في الوقيته ديال رمضان، فغتشربيه ساعه مورا الفطور، وفي الايام العاديه غتاخذيه على الريق وتداومي عليه. ولكن ضروري اختي مره تحاولي تمشي باش تشوفي الدواء ديالك، لان الدواء هو العلاج، ما كاينش شي حاجه اخرى من غيره. ما يكون بس عندك ناديه. ناخذ فاطمه من فاس، ومعنا حنان من سيدي قاسم. اهلا بك فاطمه، وبقات لينا خمسه ديال الدقائق. مرحبا. اهلا فاطمه. السلام عليكم اختي سناء، كيداير لاباس؟ وعليكم السلام. الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا، شنو سؤالك؟ عطات عندي واحد جوج اسئله الدكتور، الله يسهل عليك. عطات الدكتور، انا لقيت واحد الوصفه في الانترنت، اذا خديتيها كتاخر لك شويه من السلياز. اييه، واخا نتقاسموها معاك هذه الوصفه. ودابا المشكله انا عندي الغده الدرقيه، وخصني بلا ناخذهم ولات يعني ما يجوش مع الحاله ديالي. حبوب القصبر والسانوس وزنجلان وزريعه الكتان. وشحال كتاخذيهم؟ شحال كتاخذي الكميه فيهم؟ الدكتور باقي ما خديتهم. يلاه لا زعما شحال قالوا لك تاخذي؟ نفس انا اللي ديت الوصفه قال لك كميات متساويه، اللي خديتيه من هذا يعني نفس المقدار، وتخلطيهم وتاكليهم. علاش بغيتي تاخذي هاد الوصفه فاطمه؟ خير هاد الوصفه قال لك زعما اللي خديتيها كتاخر لك شويه تسن الياس من ديك الصهده اللي كتجيك وكذا، يعني ما تجيش تسن الياس طغيه، يعني تعطيك شويه تاخرها لك شويه. شحال في عمرك؟ عمري 42. 42، واش بدات كتنقطع عندك العاده الشهريه؟ ولات ماشي كتنقطع عندي، ولات بحال اللي ما بقاش عندي كتجيني في الوقت، يعني ولات طربات. قبل سيمانه. وانا ناكد لك انه هذا الشيء سمعناه عند كثير من السيدات، وتطرقنا له مع الدكاتره ديال امراض النساء والتوليد. شحال من سيده راه كيوقع لها هذا الاضطراب؟ هو هرموني، خصك تمشي لعند طبيب اللي متبعه معاه ياك دكتور. نعم. وان شاء الله ما تخافي شيء من سيل الياس. ثاني حاجه، سيل الياس راه كاملين غندوزوا منه. انا ما كان شحال هذه كنا اتفقنا شعارنا في حديث ومغزل، سيل الامل. سيل الامل ما نسميوهش سيل الياس، هو سيل النضج، هو سيل الامل، هو مرحله جديده واللي خص الانسان يوصل لها، وخص المراه بالخصوص تعيشها بخير مع راسها. فهمتي؟ الا عندك مشكل الغده الدرقيه، واش هذه الوصفه تصلح لها او لا؟ فهاد الوصفه اولا، بعدا عندها مشكل الغده الدرقيه مباشره غيكون مشكل ديال اضطراب الدوره الشهريه، عنده علاقه مباشره الغده الدرقيه مع اضطراب الدوره الشهريه، لان حتى الناس لي زوندوكرينو او الاختصاصيين في الغدد كيعطيوك دير تحاليل ديال الغده الدرقيه ملي كيكون اضطرابات الدوره الشهريه. لانه شيء عنده علاقه بشيء. نعم، هذا من جهه. من جهه اخرى، يعني الوقيته فاش كتقطع الدوره الشهريه كتقطع
يعني ما كاينش اننا شي حاجه كتعطلها ولا كتزيد ولا كتسرع فيها، فكاين وقت مضبوط ديال الدوره الشهريه بحال المكانه كتوصل الوقت ديالها كي صافي ما كيبقاوش هذوك الهرمونات كيتفرزوا وكتقطع. يعني واخا ناخذوا الاعشاب، هنا وصفه لي صعيبه بزاف اللي فيها زرعت الكتان وهضرنا عليها مرارا وتكرارا كما كنقولوا، زرعت الكتان اللي خديناها اكثر من القياس ديالها وخديناها كنفوتوا 15 يوم في الاستهلاك ديالها، هي ايباتوتوكسيك كتسمم لينا الكبد. هضرنا على الشانوج، الشانوج اللي قالنا فيه السيانور، فيه هذاك السم بحال السم اللي كيكون في الافعى، فدوك لي سيانيد اللي كيكونوا في الشانوج حتى هما مواد كيسمموا لينا الجهاز العصبي. ف مازال كنأكد الناس اللي كيعانيوا من الغدة الدرقية، الناس اللي عندهم مشكل في الكبد كيف ما كان المشكل، الناس اللي عندهم مشكل في الكلاوي، ممنوع منعا كليا استعمال الأعشاب نهائيا باش ما كيعطيوش تطورات للحالة ديالهم. ونزيد كذلك النساء اللي كيكون عندهم اضطرابات في الهرمونات واللي كيكون عندهم يا كيست يا كورة يا أي حاجة عندها علاقة بالهرمونات ديالها، فممنوع تاخذ أعشاب ونمشيو عند الطبيب وان شاء الله الامور كتقاد. وما نهولوش ياك من هذه الفتره. نعم. اعتقد انه مرحله اللي خص المراه تستعد لها وتعيشها بكل ما فيها من اشياء زوينه، لانه كيكون الانسان نضج ربع عقله شحال من حاجه صافي ما بقاش كتاثر فيه ما بقاش كتعصبو، وناخذوها منين خفافت. اعتقد على انه هذه ايضا حكمه، كل مرحله من العمر ديالنا ومن الحياه ديالنا ربي حبانا فيها بخصوصيات وحبانا فيها بحكم، خصنا نلقاو هذه الحكم ونبحثوا على اسرارها. حنا دكتور عماد قبيلة سجلنا مجموعه اسئله. نعم. عندي طبعا عبر الصفحه الرسميه سناء الزعيم اصوات اسئلتكم مستمعاتنا، كثير منكم اللي كتسولوا على تساقط الشعر وعلى الشعر اللي يابس اللي جفاف الشعر، علما انه الهاله السوداء راه عطينا الوصفه جوج الوصفات اللي ممكن ديريه، عطينا ايضا للسيدات اللي كيتنفخوا لهم العين او كيكون عندهم داك الجيوب من تحت العين شنو ممكن يستعملوا. الان ماذا عن اليدين لانه هناك اسئله والشعر؟ نعم، فترطيب اليدين، فاليدين باش كنرطبهم غنستعملوا واحد الكريمه طبيعيه اللي غناخذوا فيها جوج معالق كبار ديال زيت البابونج اللي هي مضادة للحساسية، ومعلقة كبيرة ديال زيت القسامة اللي كتكون مضادة للطفيليات. كنزيدوا عليهم إذن جوج معلقة كبار ديال زيت البابونج ومعلقة كبيرة ديال زيت الخزامة وثلاثة معلقة كبار ديال زبدة الكاريتي. نخلطوا هاد المكونات كاملين في حمام مريم تيتخلطوا مزيان، نخليهم يبردوا وغتولي عندنا كريمة ديال اليدين كنديروها كندهنوا بها يدينا حتى لثلاثة المرات في اليوم ماشي مشكل. فمنها كترطب، منها كتحارب لينا الحساسية اللي كانت عندنا في اليد ديالنا من يعني من مواد التنظيف، وكتحارب كذلك حتى إذا كان عندنا ميكروبات. السيدات اللي كيديروا الجليسيرين واش مزيانة أو لا؟ فالجليسيرين كنصح أنا بزبدة الكاريتي أحسن من الجليسيرين، لأن حتى الجليسيرين اللي استعملناها بكثرة على على على, 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 على اليد ديالنا كيمكن تضرها، وخاصة الجليسيرين اللي كيكون مصنع يعني كيميائي ماشي الجليسيرين الطبيعي. ومحسن واش الجليسيرين استعملوا السيدة في النهار ولا ديروا في الليل قبل النوم؟ فاليدين ماشي مشكلة أننا نستعملوه في النهار، غير هو إذا كان غنستعملوه للوجه فمن الأحسن في الليل. بالنسبة لترطيب اليدين دكتور عماد، كنعرفوا على أنه في شهر رمضان كيكثر تحضير العصائر، كاين فواكه اللي غنية ممكن تساعد في الترطيب، سبق لك تكلمتي عليها، بحال البنان بحال لافوكا، شنو ممكن نديروا بالقشور ديالها؟ فالقشور ديال يعني ديال لافوكا مثلا نقدروا نطحنوهم، يعني تطحنوا أو يتدقوا عفوا، يتمعسوا مزيان تيتمعسوا، ونزيدوا عليهم واحد جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي اللي هو كتعتبر حتى هي كريمة طبيعية، وندهنوا بهم اليد ديالنا نخليوها مده ديال 5 دقائق فقط ونعاودوا نغسلوا يدينا، فتا هو كيعاوننا في الترطيب. كيف سمعنا وطلبتكم وصفه لنظاره البشره، اكيد انه هناك بعض العلامات ديال العيا، البشره كتحسي بها الا كيولي لونها شاحب، ما كتبقاش داك التحميره في الخدود، اللون ديالك مخطوف وكيبان عليك العيا، شنو الوصفه الملائمه؟ فغادي نختار واحد الوصفه فيتاميني يعني فيها الفيتامينات وكتعاون كتعطينا النظاره، غناخذوا فيها جوج معالق كبار ديال جزر محكوك، خيزو محكوك، جوج معالق كبار ديالو، معلقه كبيره ديال عصير البرتقال،
وجوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، خلطوا هادشي مزيان حتى يتخلط، وكندهنوه كماسك على البشره ديالنا والرقبه، نخليوه ثلث ساعه ومن بعد كنغسلوه. العمليه نديروها ثلاثه المرات في الاسبوع ونداوموا عليها دائما، ما نقطعوهاش، فهي جميله جدا لنضاره البشره. بالنسبه لهاد يعني ليفي ديال بونمين، او كيف كتكون نضاره البشره، كتكون لمعه، كيكون لمعان، كتكون ديك الحموريه في الخدود. كاين ايضا وصفه ديال العكر الفاسي، واش هاد الوصفة تنصح بها السيدات أو لا الوجه؟ ننصح بها غير هو إلا كان العكر الفاسي الحر، لأن مع الأسف كاين واحد 20 نوع ديال 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 العكر اللي كيكون مصنع وكيكون فيه ملونات اللي هي كيميائية، فهذا يقدر يضرب البشرة ديالنا. أما إلا كان عكر فاسي حر فيمكننا نستعملوه لنظارة البشرة، ويمكننا نستعملوه يعني الوجه ديالنا، ماشي مشكل. اليوم دكتور عماد أيضا غتعطينا وصفة للترطيب ولمعان الشعر. نعم، فالوصفه غادي نعتمدوا فيها على البيوتين، البيوتين اللي هو واحد البروتين مهم جدا للشعر اللي كنلقاوه في الصوجة. فهاد الوصفه سهله، غناخذوا فيها معلقه كبيره ديال الصوجة مطحونه، معلقه صغيره ديال اليزير، ونص كاس صغير ديال زيت الزيتون. اذا نعاود، معلقه كبيره ديال الصوجة مطحونه، معلقه صغيره ديال اليزير، ونص كاس صغير ديال الزيتون ديال زيت الزيتون عفوا، كنحطوه فوق حمام مريم المدة ديال 20 دقيقة، نخليوه ليلة باش يطلقوا هاد المكونات في بعضياتهم. نصفيو هاد الخليط هذا حتى يتصفى مزيان، نحاولوا نصفيو بواحد الزيف ديال الحياتي باش داك الحبوب الصوجة ما تخرجش. وهاديك الزيت كندهنوا بها جلدة شعرنا، وشعرنا كنخليوه ساعة وكنغسلوه جوج المرات في الأسبوع بحال ديما، مدة ديال ثلاثة أشهر، فهو كيعطي فائدة جميلة للشعر. غادي نجاوبوا على بعض الأسئلة أيضا اللي خديناها من نعم رسائلكم مرحبا في اللايف. نعم. عبر الفيسبوك. عائشه عندنا الاخت عائشه اللي عندها الكلف فوق اليدين، يعني دوك البقع السوداء، فهنا غادي تاخذ معلقه صغيره ديال الغسول مدقوق ومغربل، وغادي تزيد عليها معلقه كبيره ديال الحليب الدافئ، تدهن اليد ديالها بهذا الخليط، تخليه 10 ديال الدقائق وتغسله، فهو كيعاونها وكيعاون جميع الاخوات اللي كتكون عندهم يا البقع في اليد سوداء او بنيه او عدم توحيد اللون ديال اليد، فهو كيساعد. بالنسبه للاخت لينا اللي عندها مشكل ديال بغات وصفه للبقع، نعم الكلف بدون زيوت، فما غاديش نلقاو محسن من اول الاخوات كذلك اللي عندهم هذا المشكل، باغين يوحدوا اللون، فما لقوش محسن من الوصفه ديال الخرقوم بلدي مطحون اللي فيها معلقه صغيره، كنخلطوها بربعه المعالق الكبار ديال الياغورت الطبيعي ومعلقه صغيره ديال الماء ديال الخيار، نخلطوا هذه المكونات كاملين وديرها كماسك على البشره مده ديال ثلث ساعه وكتغسلوا. العمليه كديرها ثلاثه المرات في الاسبوع وكتداوم عليها. نعم. الناس اللي عندهم سلمى سولتنا على الاثار ديال المساء مفتوحين او الحفيرات في البشره ديال الوجه على اي تربو شويكه. نعم، فهنا غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال دقيق الذره وبيض بيضه، كنخلطوا هذا الخليط وكنديروه كماسك على البشره ديالنا والرقبه، ودقيق الذره هي الذره مطحونه ماشي النشا، ونخليه كما قلنا ثلث ساعه على البشره ديالنا، ونغسلوا هذا الخليط هذا ثلاثه المرات في الاسبوع، كنداوموا على هذه الوصفه وكنبقاو كنداوموا عليها دائما حتى كنحسوا بان المسام ولاو كيرجعوا يعني كيتسدوا واحد شويه. بغينا ايضا بالنسبه للسيدات اللي عندهم سيكاتريس ديال الحب الشباب او البقع. نعم، فالسيكاتريس غادي نديروا معلقه صغيره ديال غذاء ملكه النحل، وثلاثه المعالق الكبار ديال العسل الحر، ومعلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، نخلطوا هذه المكونات، نديروهم كماسك على البشره ديالنا، نخليوهم 10 دقائق ماشي اكثر، وكنغسلوا هذا الماسك هذا جوج المرات في الاسبوع، نبقاو مداومين على هذه الوصفه. راجيه كتعاود تطلب منك دكتور عماد الوصفه اللي عطيتي ديال الشعر اللي فيها الزعتر، وكانت طلبات اخرى على نفس الوصفه فيها الزعتر والباديان. نعم، فغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الزعتر، وغادي ناخذوا نجيمه ديال الباديان، كنزيدوها. نعم. على كاس كاين عندنا الاختيار، يا اما نديروا كاس ديال زيت الزيتون ونحطوها في حمام نحطوها فوق النار عفوا حتى كطلع الغليه الاولانيه، ونخليوها ليله، نصفيو داك الزيت، وداك الزيت كندهنوا بها جلده شعرنا، وشعرنا كنخليوها ساعه وكنغسلوها. او ان هذه الوصفه هذه كنديروها في كاس صغير ديال الماء حتى كطبخ مزيان، وهذاك الماء كنوليو كندهنوا على جلده شعرنا وشعرنا. شكرا لك دكتور عماد.